أهم ما في الإنسان السوداني هو تراثه، وأهم ما في التراث السوداني هو التراث النوبي القديم اللي هو بيمثل عمق السودان. هتلاقونا في أغنية سمحة شديد للفنان الكبير النوبي حمزة علاء الدين. اخترنا أغنية للفنان النوبي العظيم حمزة علاء الدين اللي هو قدر يصل لأبعد مدى في العالم، ووصل موسيقى النوبة وموسيقى السودان لأمريكا ولليابان ولكله بقاع الدنيا. انتظرونا على هذا اللحن المنسي في سودان لي اوت. حنسمع واحدة من اهم اعمال حمزة علاء الدين باذن الله نستمتع من ارض النوبة. خير رجوع. انا عصفور بقلب ابيض والف لسان، قاطر عالكون اغني للسلام للحب للانسان في كل مكان. أنا عصفور بقلب أبيض وألف لسان.